ان الفرق الان يعني تقدم واحد المستوى كبير مع الشيش، لاحظوا انه في المنافسه يعني رغم المشاكل اللي كيمر منها ان الفريق انه يكون مقاوم، فكنتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. يعني لا الجيش لا الراجع عطى واحد نكهه خاصه لان بقات المنافسه حتى الاخر حتى الاخر الدورات. كنتمنى الراجع ان شاء الله دير البطوله ان شاء الله. انا باقي في تطوان لكن ما كانش لي يعني الكاليفيكاسيون نظرا المشاكل ديال النزاعات، فانا باقي مع تطوان حتى الاخر السنه وان شاء الله نشوفوا شي محطه جديده كان ممكن ان شاء الله. لا حاليا الفرق يعني الكل يعني مركز على سميتو المنافسه، يعني كاين فرق اللي كيف تنقولوا كله المشاكل اللي كيعيشوا.